النهارده هنعمل مع بعض سندوتش القلوب بالطماطم المجففه. خلينا نقول لكم بسرعه كده ايه المقادير بتاعه القلوب عندنا. انا عندي هنا قلوب مقطعه ترنشات شرايح، يعني مش تخينه قوي. وبعد كده عندي هنا شويه زبده، عندي مرقه، عندي دقيق، جوزة الطيب، بابريكا، توم باودر، وعندي كزبره ناشفه. وفي الاخر عشان الساندوتش كمان نفسه عندي شويه بصل، عندي بقدونس، عندي الطماطم المجففه، وعندي مستارده وسنه زيت زيتون. وفي الاخر هنا عندي رغيف من العيش الباجيت، انا جبته دهنته بشويه زبده وبعد كده دخلته على الفرن على درجه حراره مثلا 160، بيقعد مفيش 3 4 دقائق يلمع كده بس وبنطلعه على طول. طيب خلينا نبتدي كده. في الاول خالص هناخد القلوب بتاعتنا، هنعمل لها خلطة دقيق كده سريعة قوي، وبعد كده هننزلها في الزيت، وبعد كده ننقلها تاخد مع البصل كده غلوة كويسة، تاخد لها مثلا حوالي 35-40 دقيقة، لأن هو القلب بيطبخ شوية صغيرين فتنزل تديله شوك تشويه قوي، وبعد كده بيجي فترة بيجمد فيها، وبعد كده بترجع الأنسجة تفك تاني، فبنديله الأول الشوك بتاعته ياخد اللون، وبعد كده بنسلقه ونسيبه بقى ياخد راحته كده 35-40 دقيقة عشان الشرايح دي ما هياش تخينة قوي. طيب أول حاجة خالص هجيب الدقيق، هضيف عليه شوية صغيرة من جوزة الطيب، الكزبرة الناشفة، الثوم الباودر، والبابريكا، وهحط له هنا كمان شوية من الملح والفلفل. هاخد شوكه كده واقلب بس الخليط ده كله. هجيب بعد كده طاسه هرفعها على النار، هحط فيها شويه من الزيت، وهسيبه كده يسخن، وهبتدي اخد القلوب بتاعتي حته حته هقلبها في الدقيق وانزلها على طول، احطها في الدقيق. انا مش عايز يبقى عليها دقيق ازيد من اللازم، فانا بس هاخدها كده وهنحركها اهو بالشكل ده، حاول انزل الزيادات اللي منها، وبعد كده هننزلها في الاخر في الزيت. طب احنا مش محتاجين نحط القلوب في الدقيق كتير، انا بس بحطها وبعد كده ببتدي اهز اهو، بنزل الزوايد اللي موجوده فيها وبخليها هنا على جنب لحد ما نخلص بقيه الحتت، وبعد كده ننزلها على طول في الزيت. هنزل القلب في الزيت، حاول ما تحمش قوي الطاسه، لو في مكان تاخد كله، لو ما فيش يبقى نعملها على يمكن دفعتين. انا خلاص فاضل عندي حته واحده فعندي مكان، هنزل اخر حته اهي من القلوب هنا، نشيل كده الدقيق. طاسه بقى كده هرفعها على نار اهدى، وهاخد شويه من البصل اللي متقطع ده هنكرمله كده، هنعمل له حاجه كده في السريع، نعمل له سواتنج او ننزل الميه بتاعته، وفي الاخر ياخد لون كده ظريف يتحط فوق او يتحط جوه الساندوتش فوق القلوب، يعمل طعم مختلف خالص. انا عندي هنا شويه زبده، وهحط معاها هنا نقطة من الزيت، طيب هنحضر على بس ما الزبدة كده تسيح. أنا بعد ما القلوب بتطلع بجيب كسرولة ويبقى ليها غطا، والخطوة دي ممكن نعملها يا إما في كسرولة على النار أو في أي حلة بغطا بتخش الفرن، هتقعد تقريبا نفس الوقت. الفكرة إن احنا هنعمل شوية هنعمل غلوة كده سريعة ونحط فيها القلوب تتطعم، وكمان زي ما قلنا تتكسر الأنسجة بتاعتها وتطرى خالص. فنجيب هنا كسرولة كده زي ما هي فاضية وباردة، بجيب شوية من البصل اللي عندي، وحط هنا بس كده ايه في القعر او في البيز بتاع الكسرولة عشان ما يبقاش القلب يبقى بس مرفوع شوية، وهزود هنا سنة من المرقة اهو،
انا مش عايز احط مرقه كتير، يعني دوبك بحط شويه برضو تحت بحيث ان الحتت انا مش عايزها تنزل تبقى عايمه في الميه، عايزها تبقى زي ما بنقول قاعده في الميه، فهي يعني لمسه الميه لكن الميه مش مغطيه، فبنحط شويه مش كتير، بنعمل بس زي قاعده كده، وعشان بتتغطى فبنتاكد ان الميه مش هتخلص وما بتتحرقش مننا لما تقعد شويه في الفرن او على النار. خليني هاخد بقيه البصل انزله اهو، هديله رشه من الملح، هنديله لمسه كده من الفلفل الاسود، هقلبه، هرفع خلاص القلوب وهحط مكانها اهو البصل، وبعد كده هاجي هنزلهم فوق اهو شويه البصل على المرقه اللي احنا عملناهم، ولو هنبص هنلاقي ان هي فعلا قاعده في الميه لكن الميه مش مغطياها زي ما قلنا. وزي ما قلنا بنرفع الكاسرولة دي على النار، بنهدي النار شوية وبنغطيها وبنطلع نستنى مثلا 35 دقيقة خلينا نقول، لو هندخلها الفرن بتبقى برضو نفس الشيء، وبعد كده بتطلع بتبقى طرية خالص وبنكمل على طول نعمل الساندوتش. انا خلاص عندي البصل اهو اتكرمل خلاص تماما، اخد اللون اللي احنا عايزينه والقوام كمان اللي هو الملزق المسكر الظريف ده، وكمان عندنا خلاص القلوب بتاعتنا اخدت الغلوه بتاعتها وجاهزه. طيب خلينا نبتدي بقى نظبط في الساندوتش بتاعنا. انا زي ما قلت لكم جايب رغيف من الباجيت ودهنته زبده كده من فوق وتحت، ودخل الفرن شويه صغيرين يا دوبك بس انه ياخد اللمعه اللي حضراتكم شايفينها دي. اول طبقه عندنا خالص نحط اهو المستورده، اديها كده ده الصوص الوحيد اللي عندي في الساندوتش، فهنديها كده ايه شويه حلوين، بعد كده هنزل عليها برشه من الفلفل الاسود، بعد كده هننزل بالبقدونس، نغير كده عن يعني فكره الخس او الجرجير، نلعب شويه بفكره الخضره، وبعد كده بقى هناخد حتت القلب نصهم كده رصة ظريفة، كملوا كده للآخر نبقى كرمة كده واحنا بنرص. حلو قوي، بعد كده هناخد الطماطم المجففة ونوزعها عدي بس كده بزيت الزيتون، وايه